نشرة أخبار المنتصف من راديو وقناة يمن شباب، والبداية مع العناوين. توالي الانتصارات العسكرية لليوم الثالث على التوالي مع إحراز الجيش تقدما جديدا في جبهات تعز. مقاتلات التحالف تواصل غاراتها المكثفة على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي، وقائد المحور يطلع عن قرب عن سير العملية العسكرية بجبهات المدينة. وأيضا قوات الشرعية تسيطر على جبل الكسرى بعد يوم من الانتصارات المتوالية وتحرر مواقع جديدة باكتاف صعدة. نشرة إلى تفاصيلها، حياكم الله. يحرز الجيش الوطني تقدما مستمرا في معاركه المتواصلة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهة الشرقية بمدينة تعز. وقال مصدر عسكري أن أبطال اللواء 22 ميجا طهروا عددا من المباني في محيط معسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان، ويتم محاصرة فلول الميليشيا. وفي الأثناء لقي 5 عناصر من ميليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعهم خلال المعارك الدائرة في محيط مديرية محمد علي عثمان. هذا وكان قائد القطاع الثاني بلواء 22 ميجا العقيد يحيى الريمي أعلن فجر اليوم السبت عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من المناطق الشرقية لمدينة تعز، ولا زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية. قيادة محور تعز، قيادة اللواء الركن خالد فاضل وقادة الألوية معه، عملية التحرير الشامل للمحافظة بدعم وإسناد كامل من قوة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مشكورين، ومعهم أبطال الجيش الوطني في الميادين والمواقع والمتارس. هذه العملية إن شاء الله ستكون عملية شاملة يشترك فيها كل ألوية الجيش الوطني بهذا المحور، اللواء 22 ميكا بكافة قطاعاته، اللواء 35، اللواء 17، اللواء 5 رئاسي، اللواء 4 مشاة قبلي، اللواء 170. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه العملية الكبيرة التي ينتظرها أبناء تعز المحاصرون منذ أكثر من 3 سنوات، ينتظرها الرجال والنساء والأطفال الذين يعني تضرروا كثيرا من هذه الحرب ومن حصار هذه الميليشيات الإنقلابية، ينتظروا هذه الأيام بفارغ الصبر ما تسر به قلوبهم إن شاء الله. أبناؤهم ورجالهم من أبناء الجيش الوطني هم على أتم الاستعداد الآن لإدخال الباجة والسرور وتحرير ما تبقى من مناطق تقع تحت نفوذ هذه الميليشيات الإنقلابية. بإذن الله تعالى الكل جاهز وسيبدأ عمله بعد لحظات من هذا التصريح ومن هذه الإشارة. نطلب من الجميع إن شاء الله الدعم والإسناد. هذا وكان أبطال الجيش الوطني قد تمكنوا من تحرير عدد من المناطق والمواقع الاستراتيجية غرب مدينة تعز، حيث حرر الجيش تبة القرن شمال جبال هان وقرية الدار الواقعة غرب الجبل، وتبة ياسين وشمال الجبل غرب مدينة تعز، في حين تستمر المعارك العنيفة مع الميليشيات الإنقلابية. كثفت مقاتلات التحالف من غاراتها المكثفة على مواقع ومناطق تجمعات ميليشيا الحوثي الإيرانية غرب وشرق وشمال غرب تعز، حيث استهدفت المقاتلات بغارة تبت الشيباني شرق الدفاع الجوي، واستهدفت ب4 غارات أخرى مخزن ذخيرة وموقع رشاشين 2 أو 12/7. وكان الطيران استهدف بعدد من الغارات أيضا سيارة فورد تابعة للميليشيا بشارع 50 وتبت الضنين شمال غرب المدينة، ونقطة الهنجر أعلى من شركة السمن والصابون غرب المدينة، واستهدف بغارتين مواقع ميليشيا الحوثي الإنقلابية أسفل جبل الجعشة شرق المدينة.
وللمزيد ينضم إلينا المتحدث باسم الجيش العقيد عبد الباسط البحر. يعني عقيد، في البداية ضعنا في صورة آخر الإنجازات التي يحققها الجيش الوطني على مختلف الجبهات شرق وغرب وشمال شرق تعز، تفضل. الآن في هذه اللحظات تم أسر 5 قناصين في منطقة أبعر العليا، نعم، والعقمة والمحاريب وأبعر السفلى والصرمين التي سيطر عليها الجيش الوطني صباح اليوم. الأبطال يرابطوا الآن في تلك المواقع استعدادا لمواصلة الهجوم باتجاه تبت القعشاء وتبت السلال. تم تطهير وتمشيط مدرسة محمد علي عثمان وسيطر عليها. هذه المدرسة كانت وتر للميليشيات الانقلابية وكانت تعتبر مركز قيادة متقدم للانقلابيين، وفيها أجهزة اتصالات ومخازن أسلحة وذخائر، وهي تقع على تلة حاتمة ومرتفعة و يعني تمتد لمساحة كبيرة، ويعني هي تعتبر المدخل الرئيسي لتبت السلال. وإن شاء الله أن يتجه أيضا الأبطال باتجاه استكمال السيطرة على السلال والقعشة وسبتل. إذا تم تطهير هذه المناطق تكون ضاحية الحوباء، نعم، والمنطقة الشرقية لمدينة تعز تحت السيطرة. نعم نعم. يعني عقيد، في حسابات الموازين العسكرية في ظل هذه الانتصارات المتوالية والتقدم الذي تحرزه قوات الجيش وفي استكمال تحرير تعز تحديدا، يعني هل هذه النتائج دعنا أن نقول هي مرضية حتى الآن، أم كيف بالمجمل تقيم الوضع؟ لا نعم، ما يتحقق من نتائج فوق المخطط له. هناك انهيارات كبيرة جدا في صفوف الميليشيات وتقدم القوات، رغم أن طبعا آخر معركة كبيرة وشاملة سيدة تعز كانت قبل حوالي فترة، وبالتالي تمكنت الميليشيات خلال هذه الفترة من تحصين مواقعها ووضع تحصينات قوية وزراعة حقول ألغام كبيرة جدا وتمركز للقناصات. ما يعيق تحرك الجيش أكثر هو القناصات والألغام، نعم، التي تزرع يعني بشكل وبطرق ويعني كثيفة جدا. لكن ما يتحقق من نتائج على الأرض، رغم هذه العوائق الصناعية التي تضعها الميليشيات الانقلابية تخفيف سرعة الانتصارات والزحوفات وتقدمات الجيش الوطني، إلا أن الجيش وأبطالنا يحققون تقدمات غير عادية تمكنوا فيها من يعني السيطرة على مواقع حاسمة ومسيطرة، نعم، سواء في الاتجاه الشرقي أو في الاتجاه الغربي. اليوم أبطال القوات المسلحة والجيش الوطني يصلون إلى شرف العنين بمحاذاة الرمادة، يصلون إلى مشارف مصنع السم والصابون بمفرق شرعب، يصلون إلى، نعم، اسمح لي عقيد، يعني اسمح لي عقيد، إلى التقدمات كبيرة. نعم عقيد اسمح لي، لكن يعني هناك أيضا دعم كان لتلك الانتصارات وأيضا دعم للمعركة لتحرير تعز، لكن بالدبابات والمدرعات لم يتم دعم المحافظة من خلال هذه العمليات. ما بعرف لماذا، ما هو تقييمكم لهذه النقطة وأيضا الإنجازات التي تحققت؟ يعني لمن لا يعلم ما هي أهمية هذه الإنجازات كتحرير أو سيطرة الجيش على مدرسة محمد علي عثمان وصرمين وبالجبهة الشرقية، أهمية هذه الانتصارات وأيضا هذه التقدمات تحديدا؟ مدرسة محمد علي عثمان تكمن أهميتها أنها تقع على سلة في مشرفة على تبة السلال، نعم، وأيضا هي كانت مركز قيادة متقدم للميليشيات الانقلابية ومخازن أسلحة، وهي يعني مدرسة واسعة على تلة، مساحتها أيضا تمتد لمساحة واسعة وتحيط بها عمارات كانت تتمركز فيها قناصات للميليشيات وكانت محصنة تحصينا جيدا. نعم. تمكن الجيش من اقتحام هذه السكنة الخطيرة، يعني يعد قفزة نوعية وانتصار كبير. نعم. أيضا منطقة الصرمين هذه لأنها تقع على سائلة أبعر، الطريق الواصل مع الزيلعين مع ديمنة خدير الذي يصل صالة بديمنة خدير الطريق الشرقي إلى مدينة عدن، وبالتالي السيطرة عليه أيضا هي نتقرب أكثر من قلعة من تبة القعشاء، وهي تبة أيضا
فيها سلاح ثقيل للميليشيات تمطر المدينه منها، نعم، وبالتالي تامين الاحياء الشرقيه من هناك. نعم بالتاكيد. يعني عقيد، قبل ان اختم اسمح لي عقيد، لكن المشاهد يتساءل باهميه هذه النجاحات وهذه العمليه في كسر الحصار عن تعز تحديدا وخصوصا مع بشائر الانتصارات المتتاليه. كيف يمكن ان يكون لذلك اثر في كسر الحصار؟ اولا بالنسبه للامكانيات السلاح الثقيل والعربات والمدرعات هناك وعود كبيره ان شاء الله تصل هذه الامكانيات لدعم واسناد الجيش الوطني وتمكينه من تنفيذ المهام الموكله بنجاح. بالنسبه لقضيه فك الحصار عن تعز، القوات تتجه بالاتجاه الشمالي حتى الوصول الى 60 مفرق الذكره، وايضا تتجه بالاتجاه الغربي في مقبنة تشهد مواجهات في جبل حبشي للوصول إلى خط الحديدة تعز والالتحام مع جبهة الساحل للوصول إلى أو الالتحام مع القوات المتقدمة على الساحل الغربي في ميناء المخا، وبالتالي فك الحصار من الناحية الغربية والشمالية على المدينة. نعم. بالنسبة للناحية الجنوبية هي أصلا مفتوحة مع المحافظات الجنوبية، وبالتالي العملية تسير في اتجاهين، استكمال التحرير وايضا كسر الحصار الجائر والظالم على ابناء تعز. نعم، المتحدث باسم الجيش العقيد عبد البسط البحر، شكرا لك. وبالعودة إلى النشرة وتحديدا حيث واكبت قناة يمن شباب الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في الجبهة الغربية. تفاصيل هذه الانتصارات في التقرير التالي في المتابعة. لليوم الثالث على التوالي والعمليات العسكرية الرامية لتحرير محافظة تعز مستمرة. معنا أحد أبطال الجيش الوطني هنا في قرية الأشعوب، حدثنا عن آخر التطورات. والله آخر التطورات، تم الآن السيطرة على التبة السوداء والتبة وتبة المنعم، والآن ما زالت المعارك مستمرة باتجاه مصنع الأسمن والصابون على لقطع خط الإمداد الحوثيين إلى المطار القديم إن شاء الله. ونقولهم بأنهم هناك تقهقر من العتيد والعتاد والأفراد الحوثي وأعوانه، ونقول لهم بأننا بعدهم إلى آخر معقل في صعدة إن شاء الله. إذن كما سمعتم العمليات العسكرية مستمرة. هناك أيضا في الجبهة الغربية أبطال الجيش الوطني يتقدمون إلى التبة السوداء وتبة القرن، والآن الاشتباكات تدور في القرب من مصنع السمن والصابون، وأيضا تمت السيطرة الكاملة على منطقة حذيران في الرباعي. عبد العزيز ذبحاني من شباب تعز. وعلى صعيد متصل، زار قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل عددا من المواقع والجبهات في مدينة تعز، حيث تشهد عمليات عسكرية واسعة لفك الحصار عن مدينة تعز وتحرير المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الإيرانية. وشملت زيارة قائد المحور غرفة العمليات والدفاع الجوي وتبة القارع ومواقع أخرى، طلع خلالها على سير العمليات العسكرية والتي بدأت منذ يومين بإسناد مكثف من مقاتلات التحالف العربي وحققت تقدما نوعيا في مختلف الجبهات. ونحن نقف هنا في موقع الدفاع الجوي بالقرب من تبة الزابية والقارع. نحيي هؤلاء الأبطال الرجال الذين ضحوا واستبسلوا وباسلوا من أجل أن يصلوا إلى أهدافهم التي رسموها، وحقيقة يقف الإنسان عاجزا عن اختيار الكلمات التي نعبر بها عن الشكر لهؤلاء الرجال. العدو كثف من زراعة الألغام، لكن إرادة قواتنا وحماسهم ويعني طموحهم العالي للتحرير في أقرب وقت جعلهم يتخطوا هذا الحاجز، وإن شاء الله عما قريب تسمعون خبر الزابية والقارع، وهذه طبعا تبتين عائقتين للتقدم بقرب من شارع الخمسين. نحن على مقربة منها، مسافة بسيطة ومسافة قصيرة تفصلنا بين شارع الخمسين. وحقيقة نهنئ هؤلاء الرجال الأبطال بهذا النصر وبهذا التقدم في كل مكان، في الجبهة الغربية وفي الجبهة الشرقية في جميع الجبهات.
بدأت أيام معركة الحسم التاريخية لاستكمال تحرير محافظة تعز بتناغم غير مسبوق بين محور تعز والمنطقة العسكرية الرابعة والتحالف العربي، وذلك من أجل دحر ميليشيات العدوان الحوثي المتورطة في سفك دماء الشعب اليمني وتهديد الأمن المحلي والإقليمي والدولي. أضفت العملية العسكرية لاستكمال تحرير تعز طابعا غير مسبوق على صعيد إمكانية الوصول إلى نتائج حاسمة بفضل تعاون الشرعية والتحالف العربي وسلطات تعز، فالعملية انطلقت في وقت واحد على غير المتوقع ومن محاور متعددة، لعل من أهمها محور كرش في لحج جنوبي تعز، وبتناغم عسكري لا تخفي ملامحه جميع وحدات وألوية محور تعز، وبتنسيق مع المنطقة العسكرية الرابعة والتحالف العربي يجري محاصرة الميليشيات الحوثية من كافة الجهات وفي مختلف المناطق بتعز. نحن اليوم في اليوم الثالث من بدء إعلان هذه المعركة، فقد حققنا الكثير وإن شاء الله طموحنا أن نحقق الكثير والكثير، وحقيقة نشكر القيادة السياسية بقيادة وبزعامة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يولي اهتماما كبيرا ويتواصل معنا بكل فترة، وهو والأخ نائب الرئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح يتواصل معنا بشكل دائم ويتابعونا أولا بأول. وأيضا نشكر الإخوة في قيادة التحالف على دعمهم اللامحدود، وخاصة في مجال الجوي، صقور نحن نتكلم الآن وصقور الجو تحوم حولنا. هذه العملية تحمل هدفا واضحا عنوانه كسر الحصار على تعز، وجوهر العملية الجارية هو التحرير الشامل وفتح خطوط ترابط بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن، أهداف أعلنت عنها مختلف القيادات المعنية، ما يعني أن المسار بات أكثر وضوحا بالنسبة للشرعية والتحالف العربي باتجاه تقطيع أوصال الميليشيات الحوثية ودحرها تدريجيا من كامل النطاق الجغرافي على البحر الأحمر، وهو ما يعني أيضا امتداد العمليات لتحرير تعز والحديدة في الوقت ذاته. وللمزيد ينضم إلينا وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي. دكتور، بداية مبارك هذا الإنجاز وهذه الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في تحرير والتقدم في مختلف الجبهات، لكن ما نود نعرفه منك عن دور الحاضنة الشعبية في دعم الجيش الوطني وأيضا إسناده ورفع معنوياته وتحقيق الانتصارات، تفضل. أولا نشكركم على هذه التغطية و نهدي هذه الانتصارات للقيادة الشعبية الذين لهم إسهام كبير في هذه المعركة. نعم. من خلال كما أشار الأخ قائد المحور الذي يقود هذه العملية تحت غرفة عملية واحدة ومشتركة أمامهم. نعم دكتور عبد القوي. نعم دكتور عبد القوي، هل تسمعني؟ نعم نعتذر لهذا الخلل وسنعاود الاتصال لاحقا بالدكتور عبد القوي المخلافي. وفي نشرة الساعة، أسفر قصف ميليشيا الحوثي الإيرانية على الأحياء السكنية شرق مدينة تعز عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال. وقالت مصادر ليمن شباب إن القصف العنيف الذي شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على الأحياء الشرقية لتعز يأتي بعد إحراز الجيش الوطني تقدما في مناطق عدة بالجبهة الشرقية. استشهد الإعلامي أسامة سلام المقطري وأصيب المصوران الصحفيان حذيفة الأغبري وعزام الزبيري بإحدى قذائف دبابات ميليشيا الحوثي الإيرانية أثناء تغطيتهم سير المواجهات في الجبهة الشرقية بمدينة تعز. وباستشهاد المقطري يكون الإعلام اليمني قد فاقد ثاني أحد كوادره بعد أسبوع من استشهاد الإعلامي محمد القدسي والإعلامي رقم 7 بين الذين استشهدوا على يد الموت الإجرامية لميليشيا الحوثي الإنقلابية في تعز.
ونعود وإياكم لتفاصيل الخبر السابق، وينضم إلينا الزميل أمين دبوان مراسلنا في تعز. أمين، بالبداية سأبدأ معك حول ترد الميليشيات وكعادتها مع كل خسارة باستهداف المدنيين، وهناك ضحايا كما تعلم، يعني ما هي معلوماتك بخصوص المناطق المستهدفة وكم هي حصيلة هؤلاء الضحايا حتى الآن؟ تفضل. نعم، الانتهاكات لميليشيا الحوثي لا زالت مستمرة، بل زادت هذه الأيام بقصف الأحياء السكنية بالقذائف التي تتساقط على الأسر والأهالي. هناك طفل وطفلة أصيبا بجروح بليغة ليلة أمس بقذيفة سقطت على منزلهم بحي المحافظة. أيضا امرأة ارتقت شهيدة في قنص في منطقة صبر، وأخرى أيضا في منطقة الضباب. وأيضا الإصابات بين المدنيين يتوافدون على المشفى بين الفينة والأخرى، بما فيهم 4 مصابين كما حدث أمس. نعم. في وسط المدينة في شارع ديلوكس. نعم، يعني أمين، بالنسبة لمواقف المنظمات الدولية والتي لها ممثلين في تعز بالتأكيد، هل صدر عنها أي موقف أم أنها مستمرة في إغفال جرائم الميليشيا بحق المدنيين في تعز؟ نعم، للأسف المنظمات الحقوقية هي تحضر في السلم وتغيب في الحرب حيث نعم. يجب أن تكون. هناك الانتهاكات جسيمة بحق الأطفال، بحق النساء، بحق الإعلاميين كما ذكرت في الخبر الإعلامي الصحفي الذي ينقل الحقيقة أيضا. نعم. مستهدف وانتهاكات جسيمة، استشهد زميلنا اليوم أسامة سلام المقطري، وإصابة زميلين آخرين عزام الزبيري وحذيفة الأثوري. نعم. بجروح بليغة أيضا. نعم، يعني اسمح لي أمين، لكن من خلال تغطيتك المستمرة وتواجدك في الميدان عن قرب، هل هناك أي توثيق لجرائم الميليشيات من قبل المنظمات المحلية الناشطة في الميدان؟ يعني هل يتم رصد هذه الجرائم وتوثيقها فعليا أم ماذا؟ نعم، هناك التوثيق مستمر سواء من الإعلاميين أو الحقوقيين. نعم. لكن ما يجدي الضحية عندما توثق حالته وأنت غير قادر أن تكف هذه القذائف التي تتساقط عليه ليلا ونهارا. يتم التوثيق ورفع الملفات، لكن لا صوت للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن. هناك مجرم وميليشيا الحوثي تتمادى في جرمها، ولا أحد يكف هذه الانتهاكات. لا حتى البيانات الإدانة أصبحت غائبة هنا في تعز. نعم، يعني قبل أن أختم معك اسمح لي أمين، يعني كونك متواجد في الميدان وفي ظل هذا التغافل وهذا الإغفال من قبل المنظمات الدولية، وأيضا كما ذكرت هناك توثيق رسمي لذلك، لكن يعني بعد هذه الجرائم التي ترتكب، ما الهدف من الميليشيات يعني من استهداف المدنيين والأبرياء؟ نعم، نحن نريد حتى اللحظة وأكثر من 1000 جريح حسب الإحصائيات الحقوقية، انتهاكات بالقذف، كل وشتى أنواع الانتهاكات. نعم. نعم، كل الشكر لمراسلنا في تعز الزميل أمين دبوان، ونعود وإياكم لمتابعة النشرة، حيث أحرز الجيش الوطني مسنودا برجال المقاومة الشعبية بمحافظة لحج تقدما جديدا بعد يوم من الانتصارات المتتالية بمناطق شمال المحافظة الواقعة جنوب مدينة تعز. وأعلن الجيش اليوم سيطرته على جبل الكسرى بالضاحي، وذلك بعد أن تمكن يوم أمس من دحر الميليشيات الحوثية من مواقع خدش وقرن العلب والكسارة والتبة والسوداء بالحويمي، وسقط خلال المعارك عشرات القتلى والجرحى والأسرى من عناصر ميليشيات الحوثي، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر. وللوقوف على إنجازات الجيش والمقاومة بجبهة كرش معنا مراسلنا من لحج ضنين الحوشبي. يعني سأبدأ معك زميل حول أهمية سيطرة الجيش والمقاومة على جبل الكسرى في إطار معاركه المتواصلة بجبهة كرش، تفضل. بالطبع هناك سيطرة للمقاومة الشعبية المسنودة بالجيش الوطني المسنود بقوة التحالف العربي. نعم. هناك سيطرة على أكثر من موقع
منها موقع خداش وقرن العلب والكسارة والتبة السوداء ومنطقة الكسرة المطلة على الخط العام الرابط بين محافظة لاحق ومحافظة تعز. هناك أيضا الآن تحليق مكثف لطيران التحالف العربي في سماء هذه المناطق وضربات على مناطق الضاحن وقرن الثعلب المحددة الواقع على الخط العام. ما حدث أيضا هناك عبوات ناسفة انفجرت يوم أمس لاحظ ضحيتها 3 شهداء. نعم اسمح لي إلى أين يتجه الجيش لكن إلى أين يتجه الجيش في عملياته الحالية، وهل تتوقع أن يواصل تقدمه حتى سوق الكرش أم ماذا؟ يبدو أن هناك تقدم بالنسبة للجيش والمقاومة الجنوبية، هناك تواصل مستمر إلى التقدم. أيضا الطيران يرافق كل عملية التقدم الحاصل. رأينا اليوم تعزيزات عسكرية تصل من منطقة محصوص باتجاه منطقة الظاهرين. هناك نوع يعني من الحزم العسكري، ونحن هنا اليوم وغدا وبعد غدا سنصل إلى الكثير من المصادر العسكرية التي تؤكد لنا ما الذي سيحدث في الغد. نعم بالتأكيد، يعني اسمح لي قبل أن أختم ضنيد، لكن يعني بالتأكيد هناك كان خسائر فادحة للميليشيات، حجم هذه الخسائر، وأيضا هناك أنباء عن سقوط أسرى، عددهم إن كان لديك أي معلومات. المعلومات التي تصلنا إلى الآن أن هنالك أسير وجريح. الأسير تم الجريح تم نقله إلى مستشفى ابن خلدون العام بحوطة لاحق، والأسير لا زال بيد المقاومة. المعلومات الأخرى تتحدث عن سقوط الكثير من العتاد بيد المقاومة، منها طقم وأسلحة ثقيلة بعشرة والكثير من الأسلحة الخفيفة التي تركتها الميليشيات والمتوسطة التي تركتها الميليشيات في مناطق الضاحن. نعم مراسلنا من لاحق ضنين الحوشبي شكرا لك. وقبل متابعة النشرة وردنا الآن هذا النبأ العاجل، وهو الجيش يأسر 8 من ميليشيا الحوثي بينهم 5 قناصين. هذا وقد حصلت قناة يمن شباب على فيديو يظهر أسر الجيش الوطني ل8 من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية في منطقة أبعر بمديرية صبر جنوب شرق تعز. وقال مصدر عسكري في حديث ليمن شباب أن بين 8 الأسرى هم 5 قناصين من قناصات الميليشيا والذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء في تعز. أنا من دمشق. وين من ثاني أحد؟ من دمشق. هؤلاء 5 قناصات تم أسرهم في منطقة أبعر بصبير. الله أكبر ولله الحمد. وبالعودة إلى النشرة، لقي عناصر من ميليشيا الحوثي الإيرانية مصرعهم وأصيب آخرون في هجوم شنته المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء. وقال مصدر ميداني إن مواجهات نشبت بين الجانبين في مديرية القريشية عقب هجمات متزامنة للمقاومة، واستهدفت فيها مواقع الميليشيا في حمة بقر ببلاد الظهرة وموقع الشعب المسعدي ببلاد آل الجوف وموقع المقزلة شرق قرية ذي كالب بمديرية القريشية. هذا وحققت قوات الجيش الوطني في محافظة صعدة تقدما في المعارك التي تشنها ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية كتاف. وقال مصدر عسكري إن القوات حررت وادي العطفين وجبل أضيق وخشم وأضيق وبداية الأجورة. وأضاف أن الجيش يواصل تقدمه باتجاه مركز مديرية كتاف وسط تراجع للميليشيات. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من صعدة موفدنا من هناك ذياب الشاطر. يعني ذياب اسمح لي، الجيش يحرر سلسلة جبال أرويبكا الواقعة شمال شرق مديرية كتاف والبقع في صعدة، ضعنا في صورة آخر التطورات لديك. نعم، في ساعات متقدمة من المساء يوم أمس نفذ اللوامي 3 مشاة بجبهة البقع محافظة صعدة عملية عسكرية على المواقع المطلة على الخط الرابط بين
صعدة الجوف، والتي تعتبر آخر معاقل الميليشيا لفتح الخط الدولي هناك. طبعا هذه السلسلة الجبلية التي تسمى بجبل أضيق وكذلك خشم أضيق والمواقع المجاورة لها وكذلك وادي العطفين تم تحريرها بالكامل، وهناك يعني اندحار كبير للميليشيا الحوثي في وكرها ومعقلها الأول محافظة صعدة. نعم، يعني التقدم جاء إثر هجوم على مواقع الميليشيات في السلسلة الجبلية، وشاركت فيه كما تعلم مقاتلات التحالف بغارات مكثفة. صف لنا بالتفصيل عمليات استعادة السلسلة الجبلية. نعم، التحالف العربي كان مشارك ببعض الغارات الجوية على مواقع الميليشيا وكذلك رصد التحركات والتعديلات التي نعم. يزج بها الحوثي إلى جبهات القتال. العملية العسكرية انطلقت من عدة محاور، كذلك شاركت فيها عدة وحدات عسكرية هنا من الألوية المشاركة في محور البقع، لكن كانت العملية بثقلها على اللواء 103 مشاه، اللواء الذي يعتبر من أحد الألوية في المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مارب، لكنه انتقل إلى هنا بمحافظة صعدة ليواصل تحرير كل شبر من هذا اليمن، لأن كل شبر من هذا الوطن هو يعتبر جزء من وطننا الكبير. نعم بالتأكيد، يعني السلسلة الجبلية الروبيكية والتي تطل على الحدود السعودية في منطقة نجران كما تعلم، بإسقاط هذه السلسلة بيد الجيش، هل من الممكن أن نقول أن الجيش استطاع أو نجح في تأمين الحدود مع المملكة أم ماذا؟ لا، بتحرير سوق البقع والمواقع المحيطة به في نعم. أول عملية أطلقها الجيش الوطني بدعم التحالف العربي والذي شارك فيها اللواء 103 حيث استطاع تحرير سوق البقع والمواقع المحيطة به. هنا نقول أن الحدود المملكة العربية السعودية يعني تأمنت نوعا ما من قصف الميليشيا. أما هذا هو تقدم كبير باتجاه مديرية كتاف بمحافظة صعدة. نعم، يعني قائد محور صعدة قال أو أعلن عن بدء عملية عسكرية لتحرير مدينة كتاف وسط انهيارات في صفوف الميليشيا الانقلابية، ماذا عن هذا الإعلان وتفاصيله؟ بالفعل هو ما نشاهده من منذ يوم أمس وحتى اليوم، لا تزال الاشتباكات مستمرة، لا تزال العملية العسكرية مستمرة بمحافظة صعدة بمشاركة عدة وحدات من الألوية المشاركة في محور صعدة في جبهة البقع، وهناك انهيار الميليشيا الحوثي، وهناك مواقع كثيرة لا زالت تسقط حتى اللحظة وفي انتظار الأخبار التي تصلنا من هناك. نعم، وأيضا هناك كانت قبل أن أختم معك غارات شنها التحالف على تعزيزات في مديرية رازح في صعدة تحديدا، ماذا عن هذه الغارات ونتائجها؟ نعم، نحن كلما شاهدنا المواقع التي يحررها الجيش الوطني هنا نجد يعني عدد كبير من الأطقم والآليات العسكرية التي يستهدفها طيران التحالف. طيران التحالف أصبح يمثل عقبة كبيرة للميليشيا الحوثي وتعزيزاتها ورصد تلك التعزيزات وثم تدميرها قبل أن تصل إلى مواقع القتال في محافظة صعدة. نعم، وفدنا من صعدة ليمن شباب ذياب الشاطر، شكرا لك. وبالعودة إلى النشرة، طالب اجتماع اللجنة الإغاثية لنازحي محافظة صعدة بمأرب، طالبوا الحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربي ببذل المزيد من الدعم وتكثيف الجهود لتسريع عملية تحرير المحافظة وتطهيرها من ميليشيا الحوثي الإيرانية. وناقش الاجتماع الذي ترأسه محافظ صعدة اللواء هادي طرشان الوائلي الأوضاع المعيشية للنازحين من المحافظة وسبل البحث عن حلول لمشاكلهم، وأعرب المجتمعون عن ارتياح للجهود التي تقوم بها السلطات لدعم النازحين وتفقد أوضاعهم.
أصدرت وزارة داخلية إعلانا بمنع إقامة أي تجمعات واعتصامات أو مسيرات في العاصمة المؤقتة عدن في خطوة هدفت إلى إعاقة الخطة التصعيدية التي قرر ما يسمى بها المجلس الانتقالي الجنوبي، قرر فيها الشروع قبل 6 أيام لإسقاط الحكومة الشرعية. وأكدت الوزارة في بيان أن إقامة المسيرات والتجمعات في هذه المرحلة أعمالا تستهدف السكينة والاستقرار، وشملت قرارات الداخلية منع المجامع المسلحة من دخول العاصمة المؤقتة عدن، مضيفة أن أجهزتها المختصة والمعنية ستقوم بالتنسيق مع قوات التحالف العربي بواجبها ودورها في حفظ الأمن والسكينة العامة والممتلكات العامة والخاصة. وتعهدت الوزارة بعدم التخلي عن حماية السكان والوقوف إلى جانبهم، داعية من سمتهم بالمحرضين على تلك التحركات الاحتكام للعقل والمسؤولية والتخلي عن افتعال ما يعكر صفو الأمن والسلم الاجتماعي والحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة الانقلاب عدو اليمنيين جميعا. وللتعليق على بيان الداخلية والأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن ينضم إلينا الصحفي عبد الرقيب الهدياني من عدن. يعني سيد عبد الرقيب، توجيهات رئاسية كما تعلم وبيان للداخلية وتصريحات من جانب الانتقال الجنوبي، هل يمكنك أن توجز لنا أهم ما ورد فيها وكيف تبدو الأجواء في عدن اليوم في ضوء هذه المواقف؟ تفضل. طبعا كانت عدن تعيش حالة من الترقب والتوجس والخوف نتيجة هذا التصعيد الإعلامي والمهل والبيان الذي صدر عن المجلس الانتقالي أو قوى المقاومة. لكن بيان وزير الداخلية أعاد ضبط شوكة الميزان لصالح حضور الدولة. على الأقل حمل بيان وزارة الداخلية رسالة تطمينية مهمة إلى المواطنين أن الدولة موجودة، هنا دولة موجودة ولن تسمح بانزلاق الأمور إلى الفوضى، لن تسمح بهذا التمرد الذي يحاول أن يربك المشهد في عدن، لن تسمح لهؤلاء أن يعبثوا في ظل أن الدولة والحكومة الشرعية والتحالف يقودان معركة تحرير في الجبهات في تعز وفي البيضاء وفي الشمال. بالتالي إرباك المشهد في العاصمة المؤقتة لا يمكن السماح به. وتعزز هذا البيان القوي بحضور اليوم باجتماع جمع رئيس الوزراء بقيادة قوات التحالف في عدن. هذا الاجتماع بحد ذاته أضاف تأييدا وبصمة لصالح بيان وزارة الداخلية، لصالح إجراءات الحكومة، لصالح تطبيع الأوضاع، لمنع التمرد. نعم بالتأكيد. يعني اسمح لي سيد عبد الرقيب، اسمح لي، لكن بالنسبة لموقف التحالف العربي ما هو مضمونه وما هو الإجراءات المحتملة من قبله في ضوء هذا البيان تحديدا؟ ما ورد حتى الآن، ما رشح حتى الآن من خلال تصريحات قيادات التحالف هنا اجتماعهم برئيس الوزراء، خرجوا ببيان مشترك أو بخبر أذاعته الوكالة الرسمية وكالة سبأ، تحدث على أن حفظ الأمن في المناطق المحررة ومنها العاصمة المؤقتة عدن يمثل أولوية لدى التحالف. ما تحقق من تحرير هذه المحافظات لا يمكن لدول التحالف أن تسمح به أن يذهب لهؤلاء المغامرين ومن يصنعون الفوضى ويدخلون عدن العاصمة المؤقتة في صراعات وفي تجاذبات ليسوا في غنى عنها. وبالتالي تأكيد الاجتماع، تأكيد ما صدر حتى الآن، هو أن التحالف يدعم إجراءات الحكومة، يدعم أمن واستقرار عدن، يمنع هذه الفوضى التي تديرها الميليشيات كالمجلس الانتقالي وغيرها. نعم، يعني يتحدث البعض أن قيادة الانتقالي مجرد واجهة، محركها الأساسي عناصر سلالية جنوبية ترتبط بعلاقات مصاهرة مع السلاليين في الشمال، وهم من يتولون تحديدا مراكز حساسة، وهم من يرسمون توجهات المجلس ويعملون دوما على إنقاذ الحوثيين في الشمال، وذلك من خلال افتعال إشكاليات وضوضاء والتهديد بالانقلاب على غرار ما نسمعه من مجلس التمرد بصنعاء. ما صحة هذا الطرح وهل توافق بما يطرح تحديدا من قبل العديد؟
بكل تأكيد تحركات المجلس الانتقالي منذ إعلانه حتى اليوم هي في مجملها تصب لصالح الانقلابيين. كلما تحركت الجبهات في تعز أو في الشمال أو في البيضاء أو في الجوف، كلما عمل المجلس الانتقالي على إرباك المشهد في عدن لتشويش الصورة لإرباك عمليات التحرير. لا ننسى أن رئيس المجلس الانتقالي لديه علاقات سابقة مع الحوثيين، ذهب إلى طهران، هو خريج الأكاديمية الحربية في جنوب لبنان. اللواء الذي يديره قيدروس الزبيدي وتربى وتدرب في صعدة على أيدي خبرات إيرانية وحوثية، وبالتالي الارتباط بين الجانبين لا تخطئه العين ولا شك فيه، هما يتخادمان لصالح إرباك المشهد، يخدم بعضهما بعضا. هناك تصريحات سابقة للناطق الرسمي لجماعة الحوثي يدعم إجراءات الانتقالي ويشجعهم على إسقاط الحكومة، ويقول لهم إذا ما أسقطتم الحكومة سنقف معا لنتحاور على شكل الدولة ومن هذا القبيل. بالتالي الانتقالي شريك في إرباك المشهد، شريك في خدمة الحوثيين. ما يقوم به اليوم ليس له صالح لعدن ولا لأبناء عدن ولا لأبناء الجنوب ولا الحكومة الشرعية، بل يخدم بالدرجة الأولى الانقلابيين في صنعاء. نعم، قبل أن أختم سيد عبد الرقيب، ما هي توقعات الغد في العاصمة المؤقتة عدن، وما هي الدلالات بعد هذا التصريح من قبل وزارة الداخلية وهذا البيان؟ هناك تراجع في درجة التطرف عند بعض القيادات الانتقالي. رصدنا الكثير من التصريحات، الكثير من التغريدات على شبكات التواصل الاجتماعي في حسابات قيادة المجلس الانتقالي، يؤكدون على السلمية وعلى أن فعاليتهم ستكون سلمية. أعتقد لن تخرج فعالية الغد عن مهرجان سلمي في ساحة العروض بخور مكسر، ثم ينفض المجتمعون وستذهب هذا الجو المشحون لصالح أمن واستقرار عدن. لن تخرج الأمور عن السيطرة، لن تذهب إلى الفوضى، لن تذهب إلى أي صدام مسلح، فهناك ضمانات حتى الآن ستحول دون ذلك. نعم، من عدن كان معنا الصحفي عبد الرقيب الهدياني، شكرا لك. تطورات في الجنوب وتغيير للمبعوث الأممي، أبرز العناوين بخصوص المجريات الراهنة في اليمن، إلى التفاصيل في هذا التقرير. أكثر من ثلاث سنوات مرت من مطالبة الحوثي إسقاط الجرعة ومحاربة الفساد وإسقاط الحكومة في صنعاء، فكانت الحرب الذي وجد الأشقاء أنفسهم محاصرين بنفوذ إقليمي عبر الوكالة فايران، من وقفت خلف انقلاب الحوثي بذريعة إسقاط الحكومة. يتساءل الشارع اليمني والجنوبي تحديدا، هل يكرر أعضاء المجلس الانتقالي في عدن نفس المسار الذي اتخذه الحوثي في صنعاء حتى أوقع البلاد في حرب مدمرة؟ الكثيرون يعتبرون هذا المسار الذي يدفع الانتقالي به هو مسار مضر بالقضية الجنوبية وعدالتها، لخدمة أجندات أخرى لا تمت للقضية بأي صلة، فيما يرى آخرون أن ما يحدث هي محاولة لإنقاذ الانقلاب في صنعاء من خلال إرباك الوضع في المناطق المحررة. فإذا لم يكن هدفهم الانقلاب على شرعية الرئيس هادي، فما هو الهدف من هذا التهيج الإعلامي والتحريض على العصيان والتمرد؟ ثم من يقف خلف محاولات خلط الأوراق تلك؟ ومن المستفيد من إعادة العاصمة المؤقتة عدن إلى وضع الفوضى والحرب؟ وفي سياق مختلف، احتج العشرات من مرضى الفشل الكلوي في مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز أمام المشفى بعد نفاذ أدوات ومحاليل الغسيل، وقال المرضى المحتجون أن حياتهم أصبحت مهددة بالموت بعد توقف جلسات الغسيل، مناشدين وزارة الصحة بسرعة تقديم المحاليل وإنقاذ حياتهم. وكان مركز الكلية الصناعية بالمستشفى قد أطلق نداء استغاثة لإنقاذ حياة المرضى، وقيام الحكومة بواجبها لدعم المستشفى بالأدوية والمحاليل اللازمة. وأخيرا، تشهد منطقة مريس في محافظة الضالع دوري رياضي برعاية من الأهالي رغم الحرب وعمليات القصف التي تتعرض لها المنطقة، فلنتابع.
هي مريس تأبى إلا أن تضج بالحياة رغم ضراوة الحرب وتداعياتها وقساوة الطبيعة والموقع. هنا حيث كل مناطق مريس وقراها هدفا لقذائف الميليشيا الحوثية، لم يزل للرياضة متسع من وقت الشباب وبدعم من الأهالي. في حين تعطلت كل الدوريات الرياضية في المناطق المحررة، تأبى مريس إلا أن تتميز عن غيرها، فهنا تقوم دوريات كروية في مناطق متعددة. هنا في ملعب الكتم شرق مريس وفي أجواء حماسية اختتم دور الشهيدين صالح مثنى وماهر سعيد، حيث أقيمت المباراة النهائية التي جمعت فريقي الصقور والشهيد أبو خالد على كأس الدوري. الفرق المشاركة 12 فريق ومقسمين إلى 3 دورات، وكان الهدف من هذا الدوري هو الشيء الأول، هو توعية الشباب والاهتمام بهم. المباراة التي رصدت سيرها كاميرا يمن شباب انطلقت ساعة الصف فيها في مباراة حماسية، سجل فيها فريق أبو خالد هدفا في مرمى الصقور في الدقيقة الثانية، لتزداد المباراة اشتعالا وتنتهي بالتعادل الإيجابي الذي قاد إلى ضربات الترجيح لتحسم الأحقية بكأس الدوري لصالح فريق الشهيد أبو خالد. اختتام البطولة الثانية لدوري الفقيد صالح مثنى والشهيد مار سعيد في غرب الكتمي، وهي البطولة الثانية التي تنظمها اللجنة المنظمة. تهدف البطولة إلى استخراج القدرات والمهارات في وسط اللاعبين، كذلك تشجيع الشباب في الأداء الرياضي، كذلك هو تحدي وصمود آخر للميليشيات الانقلابية في وسط هذه المنطقة التي تعرض للقصف اليومي. وفي مشهد يحمل في طياته الكثير من معاني الوفاء والإجلال للشهداء، كان استلام كأس الدوري من نصيب نقل الشهيد أبو خالد وليد الكتمي القائد الذي استشهد في المواجهات مع ميليشيا الحوثي في يعيس، ليرفع نقل الشهيد الكأس بمعية فريق الشهيد أبو خالد، فيما جرى تكريم الفريقين بالميداليات الذهبية والفضية، لينتهي المشهد بأصوات تهتف الكأس كأسك يا شهيد. علي الأسمر، يمن شباب، الضالع. إلى هنا نصل إلى ختام نشرة أخبار المنتصف، شكرا للمتابعة، في أمان الله.